في ايضا يمكن حتى على خلفيه مناقشات اللي حصلت امبارح في مجلس النواب وهي متعلقه بمساله الشهر العقاري والتسجيل اللي فيه، فاحنا وصلنا الى توافق على انه التسجيل هيحصل بصرف النظر عن سداد قيمه ضريبه التصرفات العقاريه من عدمها. دي حاجه بتاعت الضرايب احنا مالناش دعوه بيها كشهر عقاري، انا هسجل العقار. هو يعني ايه بقى ضريبه التصرفات العقاريه عشان الناس قاعده عماله بتسال عليها من امبارح؟ لا، هي ضريبه التصرفات ببساطه هي ضريبه بتفرض على انتقال الملكية من شخص طبيعي من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي. ملكية إيه؟ ملكية عقار. شخص طبيعي بس ولا شخص طبيعي اعتباري فقط كمان؟ لا، شخص اعتباري. طبيعي فقط لغير. قصدي طبيعي بس طبيعي فقط لغير، الذي يقوم ببيع عقار أو وحدة سكنية. شخص أو طبيعي من الوحدة السكنية. يعني أنا وإنت، مش شركة، مش مؤسسة، مش هيئة، دي الشخصيات الطبيعية. ده بقى تقوم بالانتقال منه، ده بفرض ضريبة 2.5%. طيب حضرتك اشرت من القيمة البيعية. من القيمة البيعية. طب يعني ايه المشروع اللي احنا تم النهارده الحمد لله بالموافقة عليه في لجنة الخطة الموازنة؟ هو مشروع بتاع بإضافة فقرة إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. بتقول ايه المادة؟ بتقول إن أنا استثناء من الفقرة الأولى في المادة 42 إن أنا هتفرض ضريبة قطعية على التصرف على العقود التي وقعت قبل 19/5/2013. ليه؟ اشمعنى التاريخ ده؟ لأن هذا التاريخ كان قبل 19/5/2013 الضريبة لا تفرض إلا عند التسجيل أو الشهر. إلا عند التسجيل أو الشهر. طب أنا النهارده زي حضرتك لما فاكر في مثل هذه الأيام من العام السابق كان هناك تعديل لأحكام هذه المادة، وكان هناك صدور القانون الشهر العقاري زي ما حضرتك أشرت، وحصل بعض التوجيهات في داخل السوق، فأصدر معالي رئيس الجمهورية توجيهات رئاسية بدراسة هذا الموقف. تم دراسة هذا الموقف من قبل وزارة العدل وقدمت هذا القانون. هذا القانون بيتضمن مادتين اتنين فقط لا غير، إن هو بيفرض ضريبة قطعية على التصرفات اللي هي تمت قبل 19/5/2013. يعني ايه ضريبه قطعيه؟ مبلغ قطعي، ما بقاش ايه يعني الاول ما بقاش 2.5%. 2.5% ده يعني نسبي. ها، طالما بتتكلم في نسبه مئويه يبقى بنسميه ايه؟ نسبي. حلو. انما لما اتكلم على مبلغ يبقى مبلغ قطعي، يبقى مبلغ قطعي رقم، على رقم، على تعامل. هيحتسب ازاي بقى؟ هيحتسب رقم ازاي؟ بنقول له والله لو عقد البيع اللي انت بعته ده شخص طبيعي بعته الى الف باع لب، قيمة العقد ده أقل من 250,000، فأنا ليا 1500 جنيه. طب لو قيمة العقد من 250,000 حتى 500,000 الضريبة 2500 جنيه. طب لو العقد من 500 لغاية أقل من مليون يبقى أنا هاخد ضريبة قطعية 3000 جنيه. لو العقد أيا كان قيمته فوق المليون جنيه باخد 4000 جنيه. ده على العقارات المباعة قبل شهر 5/2013، قبل 19/5/2013. ماشي. طيب هنقول الكلام ده ان زي ما حضرتك تعلم برضو دي من ضمن المزايا اللي جايه في القانون، احنا الضريبة كانت بتفرض بتسلسل الملكية. يعني لو قلنا زي ما نقول لو محمد باع لابراهيم وابراهيم باع لعلي، فانا باخد ضريبة من محمد وباخد من ابراهيم، ولو علي باع تاني باخد منه ضريبة. أوكي. إنما هذا النص أتى قال وهي تفرض على المتصرف الأخير. ليه على المتصرف الأخير؟ لأنه قلنا إن الواقعة المنشأة للضريبة التصرفات قبل 19/5/2013 هي الواقعة المنشأة للإشهار. صح. فبالتالي الأخير هو اللي هيشهر، والعقود اللي قبل كده مش مشهرة، لو كانت مشهرة يبقى تم تحصيل الضريبة بتاعتها. ويدفعها اللي قبض الفلوس. ويدفعها اللي قبض الفلوس، لأن يتحمل الضريبة البائع الذي استفاد من البيع، أما المشتري هو لم يكن مستفيدا من البيع وبالتالي هو لا يتحمل الضريبة. طب إيه الجديد في القانون؟ بنقول الجديد في القانون، بنقول للممول روح اشهر، حتى زي ما فخامة رئيس الجمهورية قال أنا عايز لكل وحدة سكنية شهادة ميلاد. صح. شهادة ميلاد، شهادة ميلاد دي هتفيدنا، يعني احنا من هذا المنبر الإعلامي بنقول إن هي تفيده. أنت حضرتك لما تيجي تشتري شقة أو عقار، بدل ما هنقول ان الراجل زي ما احنا بنسمع في الجرائد وبنسمع في كل يوم والمشاكل اللي بتجي لنا ان البيع سوري، لكن عندما يتم تقديم شهاده ميلاد هنا اطمأن قلب المشتري ان البائع
مستنداته صحيحة طبعا وامتلاكه للوحدة صحيح. وإذا هيصبح نقل الملكية عن طريق الشهر العقاري عندما يكون هذا المستند هيكون أبسط من الإيه؟ في كل في كافة الإجراءات. أما عندما لا يكون هناك ذلك فلا بد أن يقوم مأمور الشهر العقاري بتتبع الملكية والتسلسل السابق.